السلام عليكم، تحية تربوية. معكم رشيد العامري، رئيس جمعية أشبال السلام التربية والتخييم. حنا قمنا هذا العام هذا إن شاء الله درنا واحد حملة ديال الإفطار اللي سميناها مائدة الرحمن هنا في مولاي عبد الله، اللي ولات كتصادف تقريبا 120 واحد في النهار. وهاد مائدة الرحمن هذه كنشكروا كاع الناس اللي عاونونا عليها، خدامين فيها شباب تطوعي اللهم لك الحمد، تعاونونا ناس، عاونتنا فيدرالية جمعية مولاي عبد الله وجمعية أمغار الشؤون الثقافية، تما كنشكروهم. وعندنا إن شاء الله سهرة هنا في هذه المنطقة هذيك، دازت السبت اللي فات سهرة، واليوم إن شاء الله ثاني كذلك السبت عندنا سهرة اللي كنصادفوا فيها مجموعة من المجموعات، وكنديروا فيها فقرات تربوية، وكنديروا فيها حتى فقرات تنشيطية بالنسبة للساكنة، حيت هذه البلاصة هذه راه منعزلة شبه حتى مع العمل الجمعوي. وانت راك ولدي خويا امك انت مالي شوية عاد اصلا وعاد 400 ريال وصدع باقا ما رجعتهاش درك. واش 400 ريال شاري بكيد الماركيز وراه ذاك الوقت 400 راه شي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للصحافة أشواق. بالنسبة للهدف ديالنا هو إرضاء فئة المعوزة باش الحمد لله يفطروا كأنهم تفطروا في ديورهم ومع وليداتهم، خلقنا الحمد لله جو عائلي واللي تمكنا الحمد لله جمعية أشبال السلام تمكنت من إفطار حوالي ما بين 110 حتى 120 صائم في اليوم. تنشكر المحسنين اللي ساهموا معنا على رأسهم بشراكة مع جمعية مولاي عبد الله أمغار وفيدرالية جمعية مولاي عبد الله، تنوجه لهم التحية من هذه المناسبة والحمد لله. شكرا لكم. اللهم عند ربي قبولا، اللهم ارفع في اللهم يا جدي الشوق، اللهم خير لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.